وحلم بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم. اقرأ أول حرف يغمي أترا في الأرواح تنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الحبيبات الغاليات، أسأل الله أن يحفظكن وأن يبارك فيكن. هكذا وصلنا إلى اليوم 22، لم يبقى إلا 8 أيام وينتهي هذا الشهر الفضيل، ولكن لعل الله يمد في أعمارنا ويعيننا فننهي الكتاب في أوقات بعد رمضان بإذن الله. قال الله عز وجل وأنا أقرأ الآيات، طبعا الآيات كثيرة، نحن أخذنا تقريبا 20 يوم ونحن فقط لازلنا في سورة النساء، وذكرنا كثيرا من القصص، لكن الشيء العجيب بكتاب الله أن الآية نزلت لسبب، في قصة حدثت ثم نزلت على إثرها آية، لكن الآية هذه لا تعرفي سببها إلا إذا عدت إلى كتب السيرة. فأنا استنتجت أمرين اثنين، أسأل الله أن أوفق لأن يكون استنتاجي هذا صحيحا. أولا، ليبقى القرآن هذا صالحا لكل زمان ومكان، فإذا قرأت الآية لا تقرأي مثلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم، ما ذكر الله أسماء، لا ذكر عائشة ولا ذكر عبد الله بن أبي بن سلول، ذكر الإفك وذكر أنفسكم وذكر المؤمنين، ليبقى المؤمنون على نفس هذا الحكم طيلة الدنيا. أي أحد يفتري على حد هذا أفاك، أي يرمون محصنة غافلة اسمها عائشة، اسمها فاطمة، اسمها أم خالد، اسمها أم محمد، أيا يكن هي في الحكم سواء. فيبقى القرآن ليس محصورا بأسماء، إنما صالح للعمل في كل زمان ومكان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لمن يأتي ويقول نأخذ ما وجدنا في كتاب الله، فما لم نجد السنة والبخاري ومسلم، يا ناس اتركوا هؤلاء، هل هؤلاء رجال ونحن رجال، سنفسر كتاب الله من رؤوسنا كما يقول بعض الناس. بعض الناس يقولون سنقول في كتاب الله نفسره من رأسنا دون أن نعود إلى الأحاديث. فأقول له يلا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تفتح لي كتاب سيرة ولا كتاب حديث ولا أي كتاب وفسر لي الآية وقل لي لما نزلت، أتحداك أن تعرف. فكأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على إنه ما قال رسول الله كما قال الله، كأن ربي سبحانه ليجعل السنة معظمة في قلوبنا، لن تفهموا كتابي حتى تعودوا لسنة نبيكم، حتى تعودوا لسنة نبيكم. فلا تستمعي لمن يقول لك نأخذ كتاب الله ونترك الأحاديث، كيف لا نستطيع. هذه كانت فقط مقدمة، وأنا أقرأ تفسير بعض الآيات. قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا يا محمد، وإن هذا لفظ تعظيم لله سبحانه، إنا خلقنا، إنا رزقنا، إنا أنزلنا، فاسم تفخيم وتعظيم لله. أنزلنا إليك القرآن، أنزلنا إليك هذا الكتاب بالحق والعدل، لا مرية فيه ولا كذب فيه، لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما علمك الله، بما أنزل عليك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. إياك يا محمد أن تخاصم وتجادل عن المنافقين أو الكاذبين أو الخائنين. ما سبب هذه القصة؟ قبل أن نقرأ هاتين أسماعكن لأسرقها قليلا. كان في المدينة بيت مسلمين وبيوت يهود مع بعضهم البعض، فكان هناك بيت يسمى بيت بني أبيرق، بيت من الأنصار. أهل هذا البيت مسلمين، بشر ومبشر وبشير، بشر ومبشر مسلمين وأحبوا الإسلام ودخلوا، بشير والله ما اقتنع الإسلام وكذا،
فكان يضمر النفاق في قلبه، وحاشا ألا تفضح، والله لتفضحن يا بشير. فبشير كان منافقا، لكنه يذهب يصلي مع أخوته ويعود، يعني كلنا ما في أحد يعرف هذا النفاق، لكن الله يعلم. فمرة من المرات وهؤلاء بني أبير كانوا فقراء ذو حاجة، فمرة أتت قافلة فيها أقط، وفيها دقيق مرقق، وفيها أكل أتى من الشام. فابن أبيرق هذا بشير يرى رفاعة، أحد الأنصار اشترى درعا واشترى دقيقا. طبعا الدقيق مش موجود في المدينة، لا يوجد دقيق، إنما عندهم الحنطة والشعير، وليست مدقوقة، ليست مرققة. نحن الآن نأخذ الدقيق مرقق أبيض، لا، هم يأخذونه حبوبا ويدقوه ثم يصلحوه. حتى أن أم سلمة صنعت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: أخذت الدقيق فنخلته لك، ثم عجلت لك ما نخلته. فقال: لا، رد النخيل في داخله وأصلحيه. فأعادت النخيل داخل الذي نخلت داخل الطحين جميعا وصنعت. فقالت عائشة: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا حتى مات. الخبز المرقق ما أكله، دائما يأكل الدقيق بنخالته. هو سبحان الله يعتبر صح، حبيبة أم يونس، ويعتبر أكل صحي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يرمى شيء ونحن. وهذا الشيء عتبت على بعض الأخوات في المسجد، يكون في أكل فلما ننهي الأكل نرمي البقية. والله لو كان رسول الله بيننا لنهانا عن رمي الأكل. أو مثلا آخذ علبة بالماء أشرب منها قليل وأرميها، وآخذ العلبة الثانية أشرب قليل وأرميها، ولن يشربها أحد بعدي. هذا من التبذير. فانتبهي يا غالية، في أكل أنت بالخيار، إما أن تضعيه في الثلاجة تأكليه ثاني يوم وثالث يوم، أو تعطيه لفقير يأكله، أو تتصدقي به لأحد حتى لو من الكافرين من اليهود والنصارى الذين نراهم، أو تجعليه للطيور. إياك أن ترمي طعاما إلى القمامة ستحاسبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما هان عليه أن يرمي النخالة. تخيلين نحن في بلادنا كنا ننخل، كنا نرمي النخالة، لأنه مستحيل سيرضى أهلنا أن يأكلوا أكلا بنخالته، لكن رسول الله أمرها أن ترد. طيب، فلما رأى أن رفاعة اشترى درعا واشترى دقيقا مرققا رمقه بعينه. فلما دخل رفاعة إلى بيته ذهب ابن أبيرق في الليل ونقب تحت الباب. تخيلوا، ما فتح الباب، لا، نقب، حفر حفرة من خلف الباب إلى المشربة، إلى الغرفة المعلقة فيها الدرع، فبحث عن اللي هي شوالة الدقيق أو كيس الدقيق، ووضع الدرع داخلها على أساس ذكي، يعني قتله الذكاء. فلما وضع الدقيق داخلها تمزق الكيس من الأسفل، لأن الدرع يا غبي، الدرع طبعا أنا أقول عنه غبي لأنه ارتد ولأنه كفر، ولا لو كان مسلما لما جاز أن نصف المسلمين بهذا الوصف، فانتبه، لكنه لأنه منافق فقد لعنهم الله في كتابه، فكلمة غبي مؤدبة معه. فلشدة ذكائه وضع الدرع داخل الكيس، فتمزق الكيس من الأسفل، وحكمة الله. فلما كان يمشي والكيس قد تمزق من الأسفل، ما الذي حدث؟ من تخبرني لما تمزق الكيس قليلا فقط، انفتح قليلا من الأسفل؟ أشوف أنت مركزات معي أو لا. وضع الدرع، أحسنت يا أم آدم، وضع الدرع داخل كيس الدقيق، فتمزق الكيس من فعل الحديد الذي هو الدرع، فكان يمشي ويبقى أثرا إلى بيته. لما وصل إلى بيته التفت لينظر إلى بيتي، إلى بيت جاري، إلى بيت رفاعة، ليضحك. فلما التفت رأى الدقيق قد مر من أمام بيت رفاعة إلى بيتي، فقال: يا مصيبتاه، قد تركت أثرا، وصعب أني أرى هذا، وصعب أني أبعد هذا الأثر من الأرض. فمن تخبرني ما هي الخطة الذكية التي فعلها بشير ليسلم نفسه؟ ما رأيكن لو كنتن أنتن مكانا،
أسأل الله أن يجنبنا، نعوذ بالله، لو أحد مكان هذا السارق كيف ستتخلصي من هذه المصيبة؟ أحسنت يا أم حكيم، لعلك تعرفين القصة. فقام نظر إلى البيت القريب فإذا هو بيت لبيد اليهودي، فقال والله لأضعنها في بيت لبيد. فذهب وأرماها ووضعها في حوشي أو في مكان بجانب الباب بجانب بيتي اليهودي، ودخل إلى بيته ونام. أخذ الدقيق وخبأ الدرع، أهمش الدقيق الذي نثر الذي وصل الأثر إلى البيت، فأضع فيه الدرع وبعدها سآخذه، أما الدقيق فسنذهب ونأكله. قام رفاعة وأهله يريدون أن يطبخوا، يريدون أن يأكلوا، فما وجدوا طعاما ولا وجدوا درعا، فقاموا يبحثون لم يجدوا شيء. ففتحوا الباب فرأوا بيت بني أبيرق يطبخون طعاما، فقالوا نحن نعلم أنكم بني فاقة وأنكم محتاجون وأنه لا طعام عندكم، قد سرقتم طعامنا. فذهبوا إليهم وطرقوا الباب، ما شافوا الدليل، هم فضحوا أنفسهم كما فعل إخوة يوسف. أخوة يوسف قالوا وأكله الذئب، وأتوا بقميصه بدم كذب، ما هذا الذئب المحترم الذي يقول له يا يوسف لو سمحت اخلع ثيابك حتى نتفاهم، حتى آكلك يعني بدون ملابس. نسوا أن يمزقوا الثوب الخاص بيوسف، فهؤلاء ما نظروا إلى الأثر، نظروا إلى النار التي يوقدونها ويطبخون طعاما، كيف تطبخون وأنتم فقراء؟ لما أتوا إليهم ووبخوهم وقد سرقتم طعامنا وأنتم تطبخون برا، تطبخون دقيقا، هذا طعامنا. فقام بشير قال تتهموننا ونحن أهل بر وصلاح وأهل تقوى، ابحثوا عن درعكم ربما تجدوه هنا أو هنا، يمكن بجانب جارنا اليهودي، أنتم عارفين اليهود. قالوا والله لنخبرن رسول الله. فذهب رفاعة قال يا رسول الله بني أبيرق سرقوا مالنا وأخذوا درعي وأنا اشتريتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم، فأتى ناس من بني قيل قتادة وقيل أناس، لما ذهبوا بني أبيرق يتكلموا رأيتم رفاعة اتهمنا، فذهبوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله بني أبيرق ناس مساكين، بني أبيرق فقراء وما عندهم الله يمكن حد صدق عليهم، ورفاعة اتهمهم وهم أهل بر وصلاح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لرفاعة يا رفاعة أتتهم ناسا أهل بر وصلاح؟ فقال رفاعة يا ليتني ما تكلمت ولا أغضبت رسول الله. فبحثوا عن الدرع فوجدوها عند اليهودي، فقالوا له شفت أنت اتهمتني، اتهمت بني أبيرق وهم برؤاء والدرع كان عند اليهودي. والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص شفنا الدرع عند اليهودي يعني بني أبيرق برآء، ورفاعة زعلان إنه جادل رسول الله. فنزل القرآن لينصف اليهودي، قال والله ما سرق، والله ما في شيء، لا أدري من أين أتى هذه الدرع، قالوا رأيناها في حوشك، فكيف تقول أن الدرع ليس لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في صف بني أبيرق لأنه رأى كل الأدلة أن بني أبيرق برآء، مش معنى ان انت شفتهم يوقدوا نارا انهم سرقوا، يمكن احد صدق عليهم، والدرع موجود عند اليهودي يعني اليهودي هو الذي سرق. فسكت رفاعة. وابن عم ابن اخيه قتادة قال كنت اظن عمي انه لم يسلم حقيقة، فكان في قلبي منه شك، ورفاعة مسلم. المهم سأخبرك، فنزلت هذه الآية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، القرآن نزل بالحق، حتى لو هذا يهودي ما تظلمه، حتى لو هذا يهودي ما تكذبوا عليه، لتحكم بين الناس بما أراك الله، تحكم بما يريك الله عز وجل، بما أمرك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن لبني أبيرق تخاصم عنهم، هم كذابين، هم الذين سرقوا. فنزلت تبرئة اليهودي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن لبيد هذا كان بريئا، وأنه لم يسرق، وإنما سرق بشير، فهرب بشير ولحق بمكة وارتد عن الإسلام، ودخل عند جارية جلس عندها، فقال حسان فيها شعر أنها آوت وأنهم يبيتون يفعلون أشياء فضحها، فقالت لابن أبيرق فضحتني فضحك الله، فضحتني يا بشير، الناس لا يتكلمون عني، والآن جعلت حسان بن ثابت من يسلمني من لسانه،
وقد قال شعرا، يعني أنا أشنف أسمع كل من قوله، لكنه قال شعرا بذيئا فيهما لأنه ارتد عن الإسلام. فقالت له: لتخرجن من بيتي أو لأحملن متاعك وأرميه. فأخذت متاعه ورمته، فذهب يبحث عن متاعه فوجد بيتا خاليا، قال سأجلس فيه. فلما دخل إلى هذا البيت انهدم البيت عليه ومات، نزل الجدار عليه فمات. فقال كفار قريش: ما رأينا أحدا عادى محمد إلا مات ميتة سوء، إلا مات ميتة سوء. فهذه القصة باختصار. نعم، يجوز أن تسمي ابنك بشير لأنه لدينا ناس كثير اسمهم بشير وعلماء وصالحين، فلا تأخذي هذا البشير فقط. فهذه القصة باختصار، فدعونا نقرأها لنرى ما أضاف الشيخ وما الأشياء التي لم يذكرها هنا. عن عاصم ابن عمرو بن قتادة، مع هذا قتادة ستسمعنه كثيرا، وأنا أحب أن آخذ القصة من الكتاب. عن جده قتادة، الآن قتادة الذي كان موجود في القصة، من الذي يحكي لكم القصة؟ حفيده عاصم. عن جده قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا، أهل بيت منا من أهل المدينة، يقال لهم بنو أبيرق. الآن عيدين القصة واسمعينها معي حتى لا تنسينها، تخيلي تسمعي القصة مرتين والله لا تنسى. كان يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر. يا سلام، نعرفكم أيها الثلاثة. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب. ماذا يعني هذا الكلام؟ يروح يقول شعر، يجلس في الليل يكتب شعرا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. الله الذي أخبرهم يوم عبد الله. الآن بتعرف القصة، التي ما سمعت كلامي ستسمع القصة الآن. هذا بشير لشدة خبثه كان يكتب الشعر ويسب الرسول ويسب الصحابة، ثم يذهب إليهم يقول لهم: سمعتم ما قال فلان الأعرابي؟ فيقولون: ماذا سمع؟ قال فيكم كذا وكذا وكذا، وقد سمعت ناس يقولون كذا، استغفر الله، ما هذا الكلام؟ وهو الذي يؤلف الشعر، يسب الصحابة ويهجو المسلمين، وهو صاحبه. ثم ينحله، يعني يقول أن بعض الناس قالت، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. الصحابة مش أغبياء، يا غبي، الصحابة أذكياء. من عينيك الكاذبتين نعرف أنك أنت الذي تقوله، لكن ما عندنا دليل فنسكت. شوف الحق، الحق لا بد من دليل. أو كما قال الرجل، قالوا ابن الأبيرق قالها، لا والله هذه ليس العرب التي تقولها، بل ابن الأبيرق قالها. وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة، يعني فقراء منتوفين، حالتهم حالة في الجاهلية وفي الإسلام. في الجاهلية فقراء وفي الإسلام ازدادوا فقراء. وكان الناس، بس أظن بعد ما ذهب بشير، إن الله أكرم بشرا وبشير، مبشر بعد أن ذهب، لا مبشر هو بشر ومبشر، لعل حالهما انصلح بعد أن ذهب بشير. وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وقلت لك إن الشعير ليس مرققا، بل الشعير دقيق ثخين ولا ينخلونه. هذا الكلام كله كلمتكم عنه. وكان الرجل إذا كان له يسار، ما معنى له يسار؟ شوف انتين عارفات المصطلحات ولا لازم أقول أي كلمة غريبة؟ ما معنى كان له يسار؟ أحسنت يا أم آدم، كان له يسار، اللهم بارك عليك يا أم آدم. كان له يسار يعني كان له متسع من مال، كان له، كان ميسور الحال. فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك. يلا ترجمين يا أخواتي، ما معنى ضافطة من الدرمك؟ يلا أسرعنا أسرعنا على العجل قبل أن أقولها. ضيوف؟ لا، ضافطة من الشيء الثقيل، ضفط الشيء إذا حملته حملا. قافلة مضغوطة، قافلة ممتلئة دقيقة. الضافطة هي لا تسمى الناقة، الناقة لوحدها، الراحلة إذا فوقها ناس، الضافطة إذا محملة دقيق.
من الدرمك نوع من أنواع الدقيق المرقق جدا، فصار يصنعونه في الشام فيرققونه. ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، إذا اشترى رجلا من هذه الضافطة بعض الدرمك يخص بها نفسه، لأنها غالية ولأنها غير موجودة، وإذا وزعتها خلاص من أين لي درمك أطبخ به وهو الخبز المرقق الجميل. وأما العيال فإنما طعامهم التمر الشعير، حتى أن الرجل إذا اشترى درمكا من هذه الضافطة يأكله هو لوحده، يقول لزوجته طبخي لك أنت وعيالك وهذا لي أنا لوحدي. فحتى العيال يأكلون التمر والشعير، والرجل فقط يأكل هذا الطعام المميز. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة. هذا رفاعة، من هو رفاعة؟ شوف ذاكرات القصة أو لا، من هو رفاعة؟ صاحب ماذا؟ صاحب الدرع. شكل الأخوات نايمات. صاحب الدرع، أحسنتم. فأتى عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشروبة أو مشربة له، جعله في مكان مرتفع حتى لا يراه أحد ولا يأخذه أحد، هذا غالي، هذا الدرمك من أين لنا؟ كل سنة نأتي به. وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت. ما معنى عدي عليه؟ أحد دخل من تحت البيت وسرق الدرمك وسرق الدرع وذهب. فنقبت المشربة، نقبت يعني حفرت، وأخذ الطعام والسلاح. خلص سرق الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة، رفاعة ذهب إلى قتادة، قال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. ذهب العم إلى ابن أخي قال ماذا نفعل؟ قد سرق الطعام والسلاح. قال فتحسسنا في الدار، بحثنا هنا هنا وسألنا، فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة. ما معنى استوقدوا؟ يلا أجب، ما معنى أشعلوا نارا؟ يا سلام أحسنتم، ما أجمل لما أحد يقرأ القصة وهو فاهمها. استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. هذه أول مرة منذ زمان يستوقدون نارا، ما عندهم طعام، ونحن نرى أن هذا الطعام طعامكم. قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل. من هذا لبيد بن سهل؟ يلا دي موجودات معي من البداية، اليهودي، أحسنتي. والله إحنا بصراحة شاكين بلبيد، رجل منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق، يعني هؤلاء بني أبيرق رجال أهل صلاح، لكن لبيد قال أنا أسرق، فخرج فاستل سيفه، اخترط سيفه وقال أنا أسرق، فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. يا إما أن أنتم تأتوا ببينة وتثبتوا أنني سرقت، أو هذا السيف سيدخل في رقابكم. قالوا إليك عنها أيها الرجل، فما أنت بصاحبها، يعني أنت لست صاحب السرقة. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، ما عاد خلينا أحد نسأل، بس إحنا شاكين أنهم بني أبيرق بس ما في دليل. فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. طبعا القصص لما تقرأينها في كتب الحديث سترين في بعض الأحاديث مختلفة قليلا عن أحاديث أخر، لكن مجمل القصة أنا قد جبتها لك. فهذا حديث أظن أنه أخذ الذي عند النساء، صح؟ خلاص نهاية الحديث نعرف أين ذكر هذه القصة، لأنه ذكرت عند ابن كثير وعند القرطبي وعند ابن هشام والنسائي وابن ماجة، ذكرت في كثير من كتب التفسير، فلهذا تشوف اختلافات بسيطة. المهم رفاعة قال يا ابن أخي لو أتيت رسول الله، خلاص احنا تعبنا ما عاد خلينا أحد إلا وسألناه، إذا اذهب إلى رسول الله، فلو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة راوي الحديث فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء
أهلها يعني هم بعيدين عنا وعلاقتنا معهم غير جيدة، عمدوا إلى عمي رفاعة ابن زيد فنقبوا مشروبته أو مشربته مشربة له، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. طبعا قتادة ما قال يا رسول الله سرقت منا طعام وكذا، لا، قال في ناس سرقوا، احنا عارفين متأكدين انهم بني أبيرق، فيا رسول الله قل لهم يردوا سلاحنا، اما الطعام ياخذوا، خلاص قد اكلوه لا نريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمر في ذلك. حسنا، انا ما دام انت متأكد انهم سرقوا الان سأجعل بلال ولا اي احد يرد عليكم سلاحكم. فلما سمع بنو أبيرق، ها قتادة ذهب إلى رسول الله يشتكينا، فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم، أتوا رجلا يعرف يتكلم ورجلا كبيرا في من عائلتهم، يقال له أسير بن عروة، فكلموا. تخيل يا أسير أن قتادة يذهب ويقول نحن سرقنا، فكلمه في ذلك. فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار، اجتمع ناس من بني أبيرق، فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا، أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة، تخيل يا رسول الله بدون بينة ولا ثبت، يقولون أن بني أبيرق هؤلاء بشر وبشير ومبشر المساكين الطيبين سرقوا وهم أبرياء وما عندهم بينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ناداني فكلمته وقال لي أعندك ثبت أو بينة؟ فقلت لا يا رسول الله، فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح هؤلاء المسلمين ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة؟ قال فرجعت ولو وددت أني خرجت من بعض مالي، يعني يا ليت أقدر أتصدق ولم أكلم، يا ليت أنا خسرت مالا ولم أكلم رسول الله، يا ليت أني خرجت من لو وددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما دخلي أنا، يروح عمي يتكلم من نفسه، الرسول غضب علي والرسول وبخني وقال لي كيف أتكلم على ناس مسلمين؟ فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم وبخني وقال لي عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة؟ فقال قتادة الله المستعان الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن، نزل الآيات لتحكم بين هذا الأمر الذي كان سيتهم فيه لبيد وكان سيبرأ فيه ابن أبيرق ولن يعرف أحد أنه منافق ولن يعرف أحد أنه كذاب، فنزل القرآن ليحكم بينهم، فقال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فقال الله المستعان، بلى قتادة هنا قال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله، فقال أي فقال رفاعة، الله المستعان، صح أنت، أنا قلت قتادة، أحسنتي، ركزي مع، اللهم بارك. ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن يا محمد لبني أبيرق الكذابين خصيما، بني أبيرق لا تكن لهم مدافعا، واستغفر الله، استغفر الله عن هذا الذي قلته يا محمد، أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. أنت يا رسول الله صح ما فيش بينة، لكن الآن سأخبرك بالبينة، فاستغفر الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، هم هؤلاء يختانون أنفسهم ويكذبون ويعلمون أنهم كاذبين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، الله الذي يعرف بك يا بشير أنك أخذت وسرقت وكذبت، إلى قول الله غفورا رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، بشير هو المذنب الوحيد، أما إخوته فليس عليهم ذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلى قوله وإثما مبينا، قولهم للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأنه
ولولا فضل الله عليك ورحمته، لولا أن الله تفضل عليك ومن عليك لحدثت معركة بين لبيد هذا وبين بني أبيرق وبين قتادة ورفاعة، ولكن الله هدى الأمور حتى يحكم بينهم بالحق. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى أو عسى. ما معنى شيخا قد عشى أو عسى؟ يلا من تخبروني ما معنى قد عشى؟ في عالم اسمها الأعشى. لا ليس كبير، لا يرى. أحسنت يا أميرة، في عينيه عشى، الأعشى الذي لا يرى. ممتازة. عشى أو عسى أي قد عمي في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، كنت أظن أنه ليس مسلما إسلاما تاما. فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله. فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. لا الحمد لله، عمي أسلم إسلام صحيح، هذا الدرع ما أفعل فيها، اجعلها في سبيل الله. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين، نقول بشير واسمه بشير. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد ابن سمية، فأنزل الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما عرفت الحق وعرفت الآيات ترتد على عقبيك وتشاقق الله والرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، تذهب إلى الكافرين، نوله ما تولى. سلافة كانت كافرة. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أنت أشركت بالله كان الله سيغفر لك على السرقة، سيغفر لك على الكذب، لكن فوق هذا كله تشاقق الرسول وتذهب إلى المشركين وتكفر بالله وتشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة رماها حسان، رماها حسان بن ثابت بأبيات من الشعر، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطح أو في الأبطح، ثم قالت: أهديت إلي شعر حسان، ما كنت تأتيني بخير، يعني فضحتني بين الناس وجعلت حسان يتكلم عني، هذه راحلتك، هذه ملابسك، ورمتها في الأبطح فخرج من عندها. وفيه وجوب التثبت في الحكم، كما قال الله عز وجل لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما أراك الله، ولا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفيه إظهار الله للحق وإبرام المظلوم وفضح الظالم وقبح الخيانة وسوء خاتمة المنافق. ما ذكر هنا كيف كانت نهايته، لكنني قد أخبرتكن بها. وإلى هنا يا غاليات يا حبيبات نكون قد استكملنا قصة اليوم، القصة الجميلة، رغم أنه يهودي إلا أن الله أنصفه، ورغم أنهم فعلوا كل شيء إلا أن الله فضحهم. فمن يخن الله فإنما يخن نفسه، وسيفضحه الله عاجلا أو آجلا. غدا بإذن الله نتكلم عن هذه الآيات، نتكلم عن تغيير خلق الله، ونتكلم ماذا يريد منا الشيطان، نعوذ بالله منه ومن شره. وإلى أن أراكن غدا، استودعكن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم، اقرأ أول حرف يغمي أترا في الأرواح تنسى.